معنا اتصال محمد من حائل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا شيخ. حياك الله، تفضل بالسؤال. يا شيخ بسألك، أنا كنت مسافر من منطقة إلى منطقة. أي نعم. وحصلت على الطريق أكياس من الرز ومن السكر، كانت مسكرات الخط بنص الخط، وشلت عن الخط وشفت منه المضبوط وخدته معي، والثانيات شو اسمه الخربان وخرته عن الخط، يجوز أخذه ولا ما؟ وين وديته هن؟ أخذته معي للبيت في أكياس طيب. مسكرات على الشارع طيب. وخرطنا على الخط. تسمع الإجابة، في سؤال آخر؟ لا ما عندي. شكرا سؤال. لك شكرا يا محمد. وجد في الطريق يا شيخ وهو ينتقل من منطقة إلى أخرى أن هناك أكياس ساقطة في الطريق من سيارة، بعضها تعبان وبعضها لم في جودته، أخذ بعض الأكياس وذهب بها إلى بيته، ما حكم ذلك؟ لا يجوز له هذا، يبحث عن صاحبها ويدفعها له، ولا يتركها في مكانها. نعم. هل له أن يتصدق بها بنية صاحبها؟ لا لا، يبحث عن صاحبها ولا يتركها في مكانها. نعم. يجي لها غيره. نعم. طيب.